رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا. كان ذلك في خير يوم طلعت فيه الشمس. كان ذلك في مكان عظيم هو عرفه، كان ذلك في جبل الرحمه، كان ذلك من فوق ناقته القصواء صلى الله عليه وسلم عندما اعلن النبي عليه الصلاه والسلام يعني اول ميثاق لحقوق الانسان في التاريخ كله. اول ميثاق لحقوق الانسان اللي اعلنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تضمن الوصيه بالنساء. السؤال يعني كيف اوصانا النبي عليه الصلاه والسلام بالنساء؟ السؤال الثاني لماذا الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى بالنساء خيرا في هذا اليوم؟ ده تاكيد على مكانه المراه المسلمه، تاكيد على ان الاسلام احترم المراه وطبعا اعطاها حقوقا لم تنلها في اي يعني شريعه سماويه من قبل او حتى اي قانون وضعي ويكفي ان انا اقول لي حضرتكم ان الاسلام ساوى بين الرجل وبين المراه يا جماعه في ثواب الطاعات، فقال الله تعالى: "ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون". الاسلام يعني جعل طلب العلم فريضه ايضا على المراه، يعني مش الراجل بس اللي يتعلم لكن المراه ايضا تتعلم حتى تحصل على اعلى الدرجات العلميه، طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم آه الإسلام أعطى للمرأة حقها واحترمها أيضا عندما جعل لها الحق في أن تختار شريك حياتها دون إجبار ودون إكراه جاءت فتاة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاكية اشتكت لسيدنا النبي قالت له رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته وانا له كارهه مش بحب ابن عمي مش عايز اتجوز ابن عمي وانا له كارهه فارسل الرسول عليه الصلاه والسلام الى ابيها فجعل الامر اليها قالوا اللي هتعمله ده خطا ويغضب الله سبحانه وتعالى فالاب قال يا رسول الله ابنتي حره تتزوج بمن تشاء فالبنت كانت في منتهى الادب وفي منتهى الاحترام لوالدها والوجهة نظره قالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي سأتزوج ابن عمي ولكن أردت أن أعلم النساء أو أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء المرأة أيضا عندنا في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة تماما عن الرجل المرأة تحترم هي شقائق الرجال عشان كده يعني كل ست مسلمة شايفانها دلوقتي عليها أن تسعد وتفرح أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كرمها في يوم عظيم جدا كرمها في الحج كرمها في حجة الوداع الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في السنة العاشرة الهجرة وفي حتة من فوق جبل الرحمة في منطقة عرفات في يوم عظيم هو يوم عرفة ذلك اليوم الذي يباهي فيه الله سبحانه وتعالى بأهل الأرض أهل السماء ويقول يا ملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعصا غبرا ضاحين وقت الضحى اتونى يرجون رحمتى ويخافون عذابى اشهدكم يا ملائكتى انى قد غفرت لهم